في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية الكشف على نحو 2000 مواطن بالمجان بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية ضمن مبادرة أنت الحياة. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل مجاناً. القافلة النهاردة تحتوي على معظم التخصصات الطبية، البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، بجانب معمل دم وطفيليات، وجود صيدلية بها 100 صنف من العلاج وجهاز أشعة. يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المجمع الطبي ضمن مبادرة أنت حياة.